مساء الخير يا جماعة، منورين. عاملين ايه؟ اخباركم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا انا وواحد صاحبي اهو ميلو، تمام، عند ام رانيا. طبعا اكيد كلكم عارفينها، مطبخ البساطة والسهولة. طبعا رحنا لها انا وميلو، هي قاعدة النهاردة بقى بتعمل، قاعدين معاها اهوت، وهي منور. ميلو منور عندها على فكرة، يعني ميلو عامل لها حس كمان هنا. يعني شوفوا ميلو قاعد اهو داخل ولا كأنه قاعد في بيته، تمام. اهو ميلو يا جماعة، طبعا زي ما وعدتكم وقلت لكم ان ميلو هيروح معايا في كل مكان بعد كده، وهيتحرك معايا هو وكلبش. في يوم باخد ميلو وفي يوم باخد كلبش معايا، تمام. ايه رأيك يا مرانيا في زيارة ميلو؟ صراحة ايه والله احسن زيارة. منور، مساء الفل عليكم يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. هما جم عليا وانا بنعمل طبعا القرص دي، هننزلها ان شاء الله. هي بتعمل قرص النهارده يا جماعه، هتنزل لكم قرص على القناه بتاعتها. اي تمام، وتعرفكم تعملوا القرص ازاي والكلام ده. وطبعا ميلو جاي معايا اهو. ايه طب بتنورونا وتشوفوه. اول ما دخلنا قابلتنا مقابله وحشه على فكره، وقالت لي قعد الكلب بعيد، لان خلوا بالكم. خلوا بالكم مرانيا بتخاف من الكلاب يا جماعه، يعني اخت انا على فكره وبتخاف من الكلاب، بتترعب منهم جدا. اول ما دخلت بميلو فجاه كده قالت لي قعد الكلب بعيد، فميلو محترم سمع الكلام. ايه والله والعيال خافوا وجريح قاعد بعيد عنها خالص. لا والله بيسمع الكلام. ايه رايك؟ محترم؟ لا والله بيسمع الكلام. لا والله ما عمل حاجه، بيسمع يعني الكلام. الراجل قاعد بعيد محترم عنك اهوت، عشان هو عارف ان انت بتعملي اكل وحاجات زي كده. ايه وطبعا في ناس برضو بتقرف من الكلاب. طبعا دي يا جماعه الحلقه ديت احنا عاملينها كمان كرساله، ان ما تحاولش ان انت لو عندك كلب تقربه من المطبخ عند والدتك او من عند المدام عندك او كلام من ده. لا هو لان في ناس في ناس بتقرف. ما تحطش نفسك في موقف احراج، وكمان ما تكسرش نفس الكلب، وكمان ما تحاولش تقرف اللي بيعمل حاجه، لان في ناس في فعلا ناس بتقرف من الكلاب، وفي ناس بتقرف مثلا ان بتخاف ان الكلب يقرب من الاكل والكلام ده كله. طبعا انتوا عارفين ان قناه ام رانيا هي مطبخ، عباره عن مطبخ وكلام زي كده، تمام. فطبعا انا رحت لها بقى صدفه كده بالكلب. طبعا عمرها ما استحلى، ما هتكرشني، بس هي كان باين عليا اني لا ده انتوا على عيني، هتقول لنا يلا مشوا من هنا على فكره. لا شويه لا والله كدا. على عيني، تمام. بس ميلو انا ملاحظ ان هو قاعد محترم، يعني ملوش دعوه بقى خالص، يعني ما تقدرش تتكلم. يوم ما تتكلم احنا نقعدوها في قعده ونقول ان هي قابلت الضيف بتاعها مقابله وحشه على فكره. منورين والله. لكن الضيف بتاعها قاعد محترم، الراجل اهوت ملوش دعوه باي. وبعدين حاط رجل على رجل يا جماعه، ملاحظين؟ يعني الراجل اللي حاط رجل، يعني مش محترم كمان المكان اللي هو قاعد فيه. يا عم احترم المكان، اقعد عد، اقعد عد يا ميلو. يا عم سيبه براحته. ايوه كده شاطر، ايوه كده يا ميلو، اقعد عدل، اقعد عدل، شيل رجلك، شاطر، بس بس خلاص يا ميلو، ايوه كده. لا اقعد بقى، اقعد بقى، اقعد يا ميلو. طبعا ميلو يا جماعه اهوت محترم، جاي قاعد ورايا، مش عايز يروح عند ام رانيا خالص اهو، تمام، اهو قاعد ورايا. لا هو بعد عننا خالص، تمام. يعني ملاحظين ان هو في الفيديو، عشان انا بصور بالتليفون، ده فريحه خالص، قاعد محترم اهوت، وام رانيا قاعده بعيد عننا خالص بتعمل القرص بتاعتها، تمام. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، منورين في مطبخ البساطة والسهولة. طبعا كل سنة وام رانيا طيبة، وكل سنة والشعب المصري كله طيبين. ربنا يا رب يعود عليكم الأيام بخير، ويجعله شهر كريم عليكم وعلينا كلنا يا رب. تحياتنا ليكم طبعا من قناة مطبخ ام رانيا. ربنا يخليك ليا يا ابو نور، وما يحرمنيش منك ابدا. وشكرا لضيافتنا، يعني انت مقابلتك لينا انا وميلو، قابلتينا مقابلة جميلة. ايه رأيك يا ميلو في مقابلة ام رانيا؟ ايه رأيك؟ ميلو ميلو ايه رايك في مبلغ ام رانيا؟ من الواضح ان ميلو يا جماعه مبسوط على فكره، والراجل واخد قرار ان هو يقعد محترم النهارده، تمام. واكلناه كمان، وعلى فكره اداته بسكوت والله، يعني من شويه اداته بسكوت، قالت له خد كل، تمام. يعني بس هو ايوه ده روح طبعا، بس هو ما رضاش بالبسكوت. والراجل على فكره، هو على فكره ممكن يكون عايز منك حاجه من اللي انت بتطبخيها، يعني ماشي من عيني، تمام. طبعا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، وطبعا كل سنه وام رانيا طيبه كمان. طبعا دي اختي الوحيده والكبيره، ربنا يخليها لنا يا رب، ودي مكان الام فعلا. طبعا وعلى فكره يا جماعه انا لو لفيت الدنيا مش هلاقي اخ زي ابو نور. ابو نور اخويا وحبيبي وما نتحرمش منه ابدا. انا بندعي له دعاء. تحياتنا ليكم يا جماعه، وتحياتنا لام رانيا، وتحياتنا لكل الشعب المصري وكل الامه العربيه وكل الناس اللي متابعانا في كل مكان في الوطن العربي. من على قناه ام رانيا انا بحييكم بجد، احلى مقابلات منها، بتحس ان انت رايح عند الام فعلا مش عند الاخت. تحياتي لكم جماعه. على فكره يا جماعه في المكان لما باجي عندها هنا ما بحبش اقعد على الكنبه وانتريه او حاجه زي كده، لا احب اقعد في الارض، القعده البلدي بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها،
تمام، وحس ان انا في بيتي فعلا يعني. تحياتي لكم جميعا طبعا يا حبيبي دبيت، وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا من على قناه ام رانيا للبساطه والسهوله، مطبخ ام رانيا للبساطه والسهوله، وقناه كابتن ابو نور تدريب كلاب ومضيك زمنهور، وقناه طفل في جزيره الكلاب بتاعت ياسين، وقناه بيوتنا بسيطة بس أنيقة بتاعت بنت أم رانيا برضو وبنت أختي، وقناة تدريب كلاب البحيرة كابتن ابو نور، اتفرجي على السبوع بتاع المغلوب. وتحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وشير من على قناة أم رانيا. تحياتي لكم جميعا ومع السلامة.